السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكرشة الضان، أحلى كرشة بأمر الله. دي الحلة يا حبايبي اللي هنعمل فيها اهي، هولع عليها، هسيب الحلة تسخن. دي الكرشة يا حبايبي اهي، كرشة الخروف. أنا غسلها معاكم يا حبايبي الكرشة دي، هحط لكم اللينك بتاع غسيل الكرشه في صندوق الوصف. عملتها معاكم وشلتها في الفريزر وقطعتها بالشكل دوت يا حبايبي. انا عملت معاكم تنظيف الكرشه بس ما قطعتهاش معاكم، وانا عامله معاكم الكرشه العجالي، بس دي هنعملها برضو بطريقه تانية وبنكهه مختلفه وجميله جدا. الكرشه دي طلعتها من الفريزر فكت وغسلتها كويس، وهنعملها مع بعض يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي الحله سخنت اهي، هنحط الكرشة. بسم الله، هنديها تقليبة. اقعد اقلب فيها كده يا حبايبي لحد ما تبتدي تاخد لون وتنزل المية اللي فيها كلها بتاعتها، ونشوف هنعمل ايه. ودلوقتي يا حبايبي الكرشة نزلت كل المية اللي فيها اهو يا حبايبي. بصوا ميه قد ايه. هنحط الكرشه في مصفه ونغسلها كويس، ونصفي الميه اللي فيها دي كلها نرميها وارجع لكم. دلوقتي يا حبايبي صفيت الكرشه من الميه اللي هي نزلتها ديت، حطيتها في مصفه وصفيتها من الميه وغسلتها كويس جدا. ودي الحله برضو اللي كنت بسلق فيها غسلتها، اللي هنسلق فيها برضو الكرشه. دلوقتي الكرشه يا حبايبي هنحطها في الحله، وهحط على الكرشه ميه سخنه يا حبايبي. ودلوقتي يا حبايبي حطيت الميه السخنه للكرشه اهو، مولعه عليها البوتاجاز يا حبايبي وعلى عليها. دلوقتي دي بصلايه متوسطه متقطعه اي حاجه، وقرفه وورق لوري، وثلاث فصوص ثوم متقطعين بالسكين. هنحط كل المكونات دي يا حبايبي على الكرشه، هنقلب كل المكونات دي في الكرشه. هغطي عليها على ما تتسلق. دلوقتي يا حبايبي الكرشه بتغلى اهي يا حبايبي، هنسويها عادي على الاخر، وهنغطي الحله يا حبايبي. انا بعملها على العينه المتوسطه مش الكبير، ونعلي النار على الاخر. دلوقتي يا حبايبي الكرشه اتسلقت اهي كده، اتسلقت تماما. دلوقتي اصفي الكرشه من الميه اللي اتسلقت فيها دي، ارميها ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا حبايبي حطيت الحله اللي هعمل فيها الكرشه اهي، هولع عليها. دلوقتي هحط شوية زيت نباتي أبيض، سبت الزيت سخن أهو يا حبايبي، راس توم متوسطة، هقلبها في الزيت. هنقلب كده يا حبايبي التوم لما ياخد لون. هنحط على التوم يا حبايبي معلقتين فلفل حار، أنا مفرزة عندي برضو فلفلين، بس انا بحب الفلفل الاحمر عشان بتبقى الريحه مركزه فيك اكتر من الاخضر. هقلب كده الفلفل مع الثوم. قلبت الفلفل يا حبايبي مع الثوم اهو، هحط عليه الكرش. بسم الله، هقلب الكرشه مع الثوم مع الفلفل كده يا حبايبي، ونديها تشويحه حلوه كده. انا عملت الكرشه العجالي معاكم بطريقه ودي بطريقه، كل طريقه طعم مختلف وطعم جميل جدا. هحط معلقه سكر يا حبايبي، معلقه صغيره، مش هتسكرها معانا يا حبايبي ولا حاجه. خلطبيطه كده يا حبايبي، بس خلطبيطه ايه؟ خلطبيطه بتاعت ام احمد الطعم الروعه. شوحت الكرشه مع الفلفل مع الثوم مع معلقه السكر اهو، احط 3 معالق صلصه المعلبه، 3 معالق كبار يا حبايبي. هنديها تقليبه كده مع الصلصه مع كل المكونات اللي احنا حطيناها. دلوقتي يا حبايبي هحط مكعب ماجي، احط معلقه كزبره ناشفه صغيره، معلقه كمون برضو صغيره، معلقة فلفل اسمر صغيرة. دلوقتي هقلب التوابل يا حبايبي
مع مكعب المادي مع الصلصة مع الكرشة مع كل حاجة كده. دلوقتي هحط لها الميه بقى يا حبايبي، ميه سخنه يا حبايبي. نقلب الكرشه في كل المكونات دهيت وهندوق كده برده نشوف المكعب الماجي ظبط الحدق ولا هتعوز ملح. لا يا حبايبي هتعوز ملح، معلقه ملح صغيره. نقلب الملح فيها كده يا حبايبي ونسيبها تغلي في كل المكونات دهيت 5 دقايق بس ونقدمها مع بعض. ودلوقتي يا حبايب الكرشه الضاني بعد ما خلصت اهي، اعملوا الكرشه الضاني بطريقه ام احمد وبامر الله، طعم وريحه فوق الوصف ومستويه جدا يا حبايب. ولو ما بتحبوش الفلفل الحار حطوا فلفل بارد، وعشان كان عندي في الفليزر المعلقتين بمقدار فلفلاه واحده يا حبايب. وبامر الله روعه روعه ان شاء الله. وصفتنا النهارده رز بشعريه والكرشه وسلطه خضراء. الرز حبة وحبة ينفع، ورز ابيض ينفع، اي نوع من انواع الرز بينفع مع الكرش. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي لايك وشير واشتراك للقناة. مبدعاتكم يا حبايب قلبي، حبكم في الله، الف هنا وشفا، شير في الخير يا حبايبي. نلتقي في فيديو جديد، سلام.